اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده كسكسي بالديك الرومي. ده تبذير يا شيف؟ لا ولا حاجه، عندنا ديك رومي في الثلاجه وانا عايزك تعملي عمليه رقابه على الثلاجه، الرقابه جوه بيتنا. يعني ايه يا شيف؟ الثلاجه فيها خضار، فيها لحمه، فيها فراخ، فيها شويه سمك، شويه جمبري. ابداي طلعي الحاجات دي كلها وهيكليها من جديد، اعاده هيكله يعني جوه بيتك. يعني معانا الورك الديك الرومي، اكلناه قبل كده محشي، اكلناه قبل كده صينيه بالخضار، هنعمله النهارده كسكسي مع تشكيله من الخضار مع الديك الرومي ده، ونشوف الطعم بتاع الخضار الجميل، وخاصه لو في قرع عسلي من خير ارضنا. احنا عندنا القرع العسلي هنا على الطريق الزراعي والصحراوي، بجد العالم بيحسدنا عليه. القرعيه دي كده بتعمل لها 5 6 جنيه 10 جنيه، فيها كل العناصر الغذائيه. معانا كمان النهارده فلفله محشيه، هنحشيها رز مع لحمه على طريقتي الخاصه، ونشوف ازاي جوزك نفسه في المحشي اكله محشي بطريقه حديثه. مش لازم اقعد اعمل له حله كرنب وحله ورق عنب واقعد اشتغل فيها طول النهار وفي الاخر يا تسلم ايدك يا ما تسلمش ايدك. لا، هنعمل محشي النهارده الفلفل الملونه مع اللحمه والرز بطريقه جميله ولطيفه هتعجبه ان شاء الله. العكل ده بتاعنا العدل بتاعه للامانه عايز عصير فريش. احنا عندنا المانجا في السوق مغرقه السوق، والمانجا المصريه بتاعتنا مفيش زيها في العالم، وخاصة المانجا العويس الحلوة والمانجا الملحمة اللي ما فيهاش شعر. هناخدها ونعملها النهارده السموزي مع الايس كريم فانيليا. قلب الصغير لا يتحمل. مش عايز اطول حضراتكم لان عدى تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة، والاكل النهارده له مذاق تاني وطعم تاني، لانه طبعا احنا اتفقنا يوم الثلاث من كل اسبوع بنروح كل الدول العربية ونجيب منها اشهر الاكلات. فاحنا النهارده بنوجه تحية كبيرة لاخواننا في تونس والجزائر والمغرب من ارض مصر ومن الدنيا، وبنعمل الكسكسي بالديك الرومي. تعالوا مع بعض استاذة رحاب بعد اذنك تشوف مقادير الفلفلة المحشية اللي هنعملها بطريقة جديدة وبطريقة حديثة للمبتدئين في المطبخ. مش لازم اقعد اعمل حلة محشي كرنب وحلة ورق عنب علشان اقول ان انا بعمل محشي. اهو فلفل رومي اخضر واحمر واصفر، وده موجود عند اي فكهاني. لحمة مفرومة المقادير على الشاشة، ومعانا رز مصري مسلوق وبصل وتوم وجبنة موزاريلا. حلو قوي، هغطي الكسكسي زي الفل. تعالوا مع بعض نعمله سريعا. اعمل ايه بقى هنا؟ حلو قوي. في الطاسه دي كده هاخد الكسكسي ده كده احطه على نار هاديه. اسمح لمخرجنا الجميل. يلا، عايز النار الهاديه دي كده عشان ما يشيطش مني وازعل واعيط وشغلي يروح على الارض. اهو نار هاديه خالص، ونشتغل مع المحشي بتاعنا. طاسه على النار بنحط فيها زيت زيتون، معانا حته لحمه ضاني مفرومه زي الفل، بحط شوية زعتر حلوين كده مع الزيت ده كده. الله، هو ده فص توم حلوة كده مع الزعتر ده كده، وأحط البصلة اللحمة المفرومة بتاعتي. العب. ونقلب دول مع بعض، ده الطبيعي. اللحمة يا شيف مغازي بتكلكع مني وأنا بعصجها على النار، بيبقى شكل وحش. ناكل اللحمة تبقى مكلكعة في المكرونة بالبشاميل، مكلكعة جوه المحشي، أعمل إيه؟ معاك الشيف المغازي. لقيتها كلكعت منك، شوية مية سخنين أو مية من البراد أو من الشوربة اللي بتغلي دي كده، وتحطهم في قلب الطاسة وتغطيها وتسيبيها هسة، بتلاقيها فكت من بعضيها. ليه غطيناها؟ عشان البخار اللي بيطلع من نتيجة غليان الماء بيفتت لك اللحمة من بعضيها. ده بيجي منين؟ من الخبرة الطهوية. دي مش محتاجة طبعًا. الرز ده يا اخوانا مسلوق تلات أرباع سوا، يعني شبه مستوي عشان ما نضحكش على بعض. حلو الكلام؟ مش رز ني، رز تقريبًا مستوي. حطيته على اللحمة المفرومة أول ما خدت لون. حلو قوي. كمل. هنعمل إيه؟ شوف، ملاحظين أنا إيدي في النظافة على طول، هي تعود، خلي بالك. نقلب الرز مع اللحمة مع شوية البهارات اللي أنا حطيتهم. حلو والله الأكلة دي يا شيف، دي لكبار السن بقى اللي هم الخير والبركة، اللي إحنا من غيركم ولا حاجة. زي ما قال
الاستاذ عبد الحليم رحمه الله عليه، ده احنا من غيرك ولا حاجه. بتعرف تغني يا شيف؟ اه. كل دول مع بعض باخد شويه شوربه حلوين هنا. شوربه من جور السعيد يسعد، واحنا جارنا مين؟ فخدة الديك الرومي. كمان شويه. الله، ده المطبخ. كمان شويه عشان الرز كمل سوا ونقلب. سامعين الصوت بتاع الفخده؟ خش جوه الحله يا شفيق. حاضر. طيب نقلب كده. حلو قوي. ده لحمه ورز، رز مصري، ما ينفعش بالرز البسمتي، خلي بالك. اهو ليه يا شيف؟ فزلكه يعني ولا ايه؟ لا، الرز المصري غني بالنشويات، بيدينا ماده نشويه كبيره في حاله لما ندخله في المحشيات، عشان كده مستحيل تلاقي محشي برز بسمتي يفك منك على طول، تروح الصين، تروح اليابان، تروح المريخ، المحشي لازم رز مصري. كده الرز جاهز، نشيل ده كده من هنا ونجيب صينيه حلوه وناخد الفليفله بتاعتنا دي كده، وتعالوا نشوف ازاي هنعمله محشي مع بعض. لا لا لا، مش زي ما بتقول خالص، موضوع مختلف. شقاوه مطبخ زي ما بيقولوا يا شفيق. انا جنب صوص طماطم بيغلى على النار، خدت شويه شوربه من الفخده الرومي وحطيتهم في ارضيه الصينيه عشان هشتغل. حلو، اللي ده هيخش النار، واخد الفلفل ده كده واحطه كده، واخد الفلفل ده كده واحطه كده، واخد الفلفل ده كده واحطه كده. تاني من الاول. اخد دي كده واحطها كده. اوعى تعوري ايدك. تاني. ده المحشي سهل يا شيف، ده انا كنت فاكره غير كده، ده انا كنت فاكره بقى اجيب كرومبيتين واحطهم واقعد بقى الف للصبح خالص. واكل الراجل محشي وزي الفل والدنيا، بس محشي على طريقه المغازي. لحمه ورز. فلفل اخضر، في بتوع الخضار عندهم فلفل رومي اخضر كبير. بس انا جبت البلدي، والبلدي يوكل. هنعمل ايه؟ اصبر على رزق. كمان حمرا حمرا، خليها حمرا. ممكن نعمل البصل بنفس الطريقه، بنجيب البصل الكبير الاحمر بتاعنا ونحطه في ميه مغليه هسه، وبعدين نقطعه بنفس الطريقه ويتحشي بنفس الطريقه، خلي بالك. حلو الكلام. نشيل ده من هنا بقى. حلو، وناخد كده بعضينا ونخلي ده ورا، وناخد الحشوه اللي احنا عملناها دي كده بمعلقه. اللهم صل على النبي. لا انا رايح جاي بسمع الفخده بتاعه الرومي بتكتك على النار. شفتي؟ شايف الخضار؟ ايه ده؟ يا فندم، يا فندم، يا فندم، استوت يا فندم والله. مرز اهي. اكلك منين يا فخده؟ يا خرابي يا خرابي. حبيبي خليها ولا احطها؟ حاضر زي الفل. تمام. بنهزر احنا. ناخد الرز. شفت بقى انا ماسك ايه اهو؟ الاسبانيولا البلاستيك اللي معايا دي كده، واسقط كده. بشياك تاني. تاني. ايه يا شيف ده؟ ده المحشي؟ ما تكلموش عنه في الكتب كده، كلموا لازم نجيب كرومبايه وزنها كيلو 2 كيلو ونخبط عليها ونجيبها. ده وارد لازم. انا شخصيا بعشق كرومب، اولا مفيد جدا، وخاصه مفيد للجهاز الجهاز الهضمي اللي هو، وخاصه الكبد، لانه بيغذي الكبد وبينقي الكبد، ومفيد جدا، وخاصه لو خد شويه شبت حلوين، شويه كزبره، شويه بقدونس، الثلاثي المرح انا بسميه. خضره المحشي انا مسميها الثلاثي المرح، زي ثلاثي اضواء المسرح كده رحمه الله عليهم يعني. شفت انا بعمل ايه؟
ده بقى هياخد جبنه موزاريلا بس مش دلوقتي عشان الاطفال ياكلوا منه. بعد ما ادخله الفرن وياخد اللون ويستوي معايا موزاريلا، بخلط عليها شويه زعتر حلوين كده واحطهم على الوش وادخلهم الفرن تاني، تطلع زي البرجر كده. شفت؟ ما تسيبني احشي كده وحابب تطلع فاصل انا ما عنديش مشكله. As you like. اه 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 حاضر. اه اه زي ما انا شغال. هتقول لي ايه السر في الطماطم اللي حطيتها في ارضيه الصينيه دي؟ طبعا عشان تديني بخار وتلعب دور كبير في عمليه التسويه. خلونا طبعا انا اكمل حشو لان موضوع الحشو ده سهل بالنسبه لي دلوقتي. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف مع بعض ازاي نكمل الحدوته اللي احنا فيها، فخده الديك الرومي كسكس النهارده بطعم الشيف المغازي وبطعم مصري، ومعانا محشي برضه بطريقه جديده النهارده، ومعانا كمان سموز المانجا اللطيفه الحلوه من خير ارضنا بالايس كريم الفانيليا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعونا. رز مصري مع تشكيله من الفلفله الملونه زي الفل عند اي فكهة بتشتريها، كنا زمان نتصور معاها سيلفي، كنا نشوفها في المناسبات، دلوقتي فلفل الوان، طماطم شيري، الافوكاتو، كل حاجه موجوده عند الفكهاني. وعملنا محشي. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اه زي ما هي كده. زي ما هي كده. واوزع عليها شويه جبنه موزاريلا. عينيا. الجبنه الموزاريلا اللي نحطها اختياري، ممكن تحط شيدر، تحط موزاريلا، تحط جبنه بارميزان او جبنه رومي من عند البقال، تبشريها وتحطيها تبقى زي الفل. بس في الحاله دي لو حطيتي جبنه رومي يا اختي يا خالتي يا عمتي يا امي تخففي الملح من المحشي، لان في الحاله دي الجبنه الرومي غير الجبن الثانيه بيبقى ملحها زياده شويه، الا اذا جبت جبنه من عند البقال جبنه ما فيهاش ملح. ناخد الموزاريلا احطها على المانجا. حاضر. شفت كل ده بيشغل؟ انت بقى يا بختك في المطبخ، لا معاكي مخرج ولا معاكي بروديوسر ولا معاكي حد، لوحدك ولا كاميرات ولا شاشه، تخيلوا كل ده بحطه في الاعتبار وانا شغال. الله يكون في عونك يا شيف، والله دعواتكم ليا والله العظيم. اه كل حاجه بالتفاصيل وكل حاجه معمول حسابها عشان في الاخر تاخدوا صوره حلوه وتشوفوا صوره حلوه. اه ادي الجبنه الموزاريلا بتتوزع كده. خلي بالك اللي هينزل من الاطراف المحشي والرز في قلب الصينيه ده مش هنسيبه، ده هنقدمه. طيب انا رشيت رشه زعتر حلوه، دي لازم، دي بصمه الشيف. اه ناخد الصينيه دي ندخلها تاني، هتخش الفرن تاني. اه 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 عشان الجبنه تسيح. حلو. نقفل عينيا، نقفل الفرن. اه يلا النظره الاخيره للجبنه الموزاريلا قبل وبعد. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ اه بسم الله الرحمن الرحيم. اه يا ويلي، هنا مكانه، هنا مكانه. نغرفه مع بعض في الطبق ده كده ونرجعه تاني مكانه. اللهم صل على النبي. اه ده يتغرف ازاي؟ اه وانا واقف كده مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلفل محشي بطريقه جديده. نجيب الفلفل الالوان الاخضر والاحمر والاصفر منه، ونجيب الرز المصري يتسلق ثلاث ارباع سوا او سوا كامل حسب الرغبه وحسب الوقت بتاعك، ونجيب اللحمه المفرومه الضاني، يفضل تكون ضاني، لو عندك كندوز مش هيقول لا، بس احنا بنقول في حاجه تغني عن حاجه، ونعصج اللحمه مع بصله وتومه وشويه زعتر، ونخلط عليها الرز ونسيبهم يغلوا على النار بواسطه شويه شوربه، ما عندك الشوربة حط مية مغلية ونسيبهم على النار هسة. بعد كده بناخدهم بنحشيهم في قلب الفلفلة بعد ما نقطعها دواير بالشكل ده كده، في صينية فيها شوية صوص طماطم حسب الرغبة، مش عايزة صوص طماطم حط وايت صوص اللي هو عبارة عن معلية دقيق مخلوطة بشوية حليب وشوية زبدة، ده الوايت صوص. اه وعملنا محشي بطريقة جديدة وبطعم تاني، وجوزك اكلتيه اللي هو نفسه فيه. اه بالشكل ده كده. اه شيل دي من هنا زي الفل.
حاضر يا فندم. هناخد بعضينا دلوقتي ونجري. ناخد المحشي نحطه هنا. اللهم صل على النبي. قولوا لي تسلم ايدك يا شيف. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه، وكمان رحنا المطابخ العالميه جبنا منها اكله مشهوره اللي هي الكسكسي بلحم العلوش او بالدجاج او باللحم او بالديك الرومي، عملناه بخفه دم مصريه وبطعم مصري، عملنا كمان عصير المانجا اللي بتتكلم مصري، وما ننساش المحشي المكسيكي بطعم مصري. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسيرو.